يعطيكم العافية جميعا. اليوم رح نبلش بسكشن 2.3، بحكي لي عن some limit theorems. some limit theorems اللي هو بحكي لي عن أهم النظريات في النهايات. هلا النظرية اللي كلنا بدنا نعرفها، النظرية اللي لازم كلنا نعرفها، اللي هي إنه النهاية دائما هي وحيدة. بمعنى آخر، لما بيعطيني على سبيل المثال if sorry لما بحكي لي if limit as x goes to c of f of x equal l and the limit as x goes to c of f of x equal m then m equal l. هاي شو معناها؟ معناها النهاية لازم تكون إيش؟ النهاية لازم تكون uniqueness، لازم تكون وحيدة. يعني إذا أنا طلع معي إجابة للنهاية لازم زميلي يطلع معاه نفس الإجابة. طيب، فإذا من هون إجت معي إنه النهاية يكون إيش؟ يونيك، ما في أكثر من إجابة للنهاية، لازم يكون عندي فقط إجابة واحدة. طيب، هلأ في عنا بعض الثيرم أو بعض البيسك ليميت اللي كلنا نكون عارفينهم. أول واحدة بتحكي لي إنه الليميت as x goes to c for x تساوي c. بمعنى إذا كان عندي بدي ليميت للسي للإكس عفوا بدي ليميت للإكس as x goes to c، فبتطلع الليميت هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن السي نفسها. النهاية الثانية بتحكي الليميت as x goes to c للك هي عبارة عن k، هاي نهاية الثابت هو عبارة عن الثابت نفسه. لاحظ النهاية الأولى أنه أنا هنا رحت عوضت إيش؟ عوضت السي بالإكس فقط لا غير، فمشان هيك طلعت معي سي. هنا لا، النهاية as x goes to c للك للثابت هو عبارة عن الثابت نفسه. طيب، هلأ نشوفهم بعض الثيرمز على الليمت. If limit as x goes to c of f of x equal l and limit as x goes to c of g لل x equal m then. هلأ هون شو بحكي لي؟ إذا كانت limit لل f تساوي ال l as x goes to c، limit لل g تساوي ال m as x goes to c then limit as x goes to c of alpha f of x plus g of x تساوي alpha l plus m. هاي بمعنى إنه النهاية بتم توزيعها على الجمع وبرضو على الطرح، ما ينطبق على الجمع ينطبق على الطرح، والثابت إيش ماله بنقدر نطلعه خارج النهاية. ماشي، فإذا هنا ال هاي اللي هي نهاية F X والأم اللي هي نهاية G للX. إذا هنا طالما النهاية موجودة فأنا شو عملت؟ النهاية موجودة لأف والنهاية موجودة لجي، فأنا وزعت النهاية على الجمع. زي ما حكينا، ما ينطبق على الجمع ينطبق على الطرح. برضو النهاية توزع على الضرب إذا كانت إيش؟ موجودة لكل واحدة فيهم. إذا النهاية لأف موجودة والنهاية للجي موجودة، فنهاية الأف مضروبة في الجي هي عبارة عن ال في ام، اللي هي نهاية الأف في نهاية جي للإكس. الخاصية الرقم ثلاث، واحد على الجي للإكس، لما بدي أخذ الليمت as x goes to c ل 1 over g of x equal 1 over m، برضو على المقلوب توزع. ماشي، الآن طبعا شرط انها ايش مالها؟ ما تساوي الصفر بحالتنا هون. if the limit as x goes to c f of x over g of x equal l over m، برضو النهاية توزع على القسمة بشرط انه تكون المقام ايش ماله لا يساوي الصفر. برضو من البيسك ليميت اللي بدنا نعرفهم انه لما انا بدي اعوض نهاية بكثير حدود ب n of x، لما بدي اعوض نهايتي بكثير الحدود فانه بدي نهاية لكثير الحدود، فإنه ناتج النهاية هو عبارة عن تعويض النقطة داخل كثير الحدود. Where Pn of x is a polynomial of degree n، حكينا هو عبارة عن Pn هي رمز لكثير الحدود من الدرجة n. هلا في هون بعض الفورمولاز اللي احنا رح نحتاجهم، اللي هي ال a زائد b تربيع هي عبارة عن a تربيع زائد 2 في ال a 2 ab زائد b تربيع، اللي هي a زائد b الكل تربيع. هذول كيف فكتها؟ الاول تربيع زائد 2 في الاول في الثاني زائد الثاني تربيع. اذا كانت عندنا اشارة ناقص بيناتهم فرح تفرق، تكون الفرق معي فقط الاشارة السالبة اللي هون. هاي في حالة اذا كانت عبارة تكعيبية فهاي هي عبارة عن هاي الفك اللي إلها، وفي حالة وجود السالب هاي رح تكون سالب الإشارة، وهاي رح تكون إشارتها موجب وهاي سالب. هاي الفرق بين مربعين، وهاي هنا الفرق بين مكعبين. هذول يفترض نكون كلنا عارفينهم.
هلا بشكل عام اذا بدي افك ال A قوى N ناقص ال B قوى N فهي عبارة عن A ناقص B في هذا المقدار. طبعا هاي هي عبارة عن الدرجة. اوكي فينا نطبقها مثلا على التكعيب، لو كانت A تكعيب ناقص B ناقص ال B تكعيب فهي A ناقص B. هلا ال N ثلاثة، فثلاثة ناقص واحدة تكون قديش؟ تكون اثنين، فبتصير A تربيع زائد ثلاثة ناقص اثنين اللي هي A قوى واحد في ال B هيها، زائد ال N بتكون ثلاث ناقص ثلاث صفر، فرح تروح ال A بتصفي واحد في ال B تربيع. مشان هيك بنوقف لحد هون إذا كانت في حالة التكعيب. فإذا هاي الفك لما كيف بدي افك ال A قوى N ناقص ال B قوى N، كيف بدي احللها بحيث يكون عندي ال A ناقص B هو عبارة عن عامل من عواملها. طبعا من في نظرية بتحكي لي انه اذا كانت الليمت ل f of x as x goes to c equal l وال l does not equal 0 and limit as x goes to c of g لل x equals 0 then limit as x goes to c ل f of x over g لل x does not exist. كلها منا نعرف اذا كانت الليمت للبسط لا تساوي الصفر بينما المقام تساوي الصفر، فمباشرة بنحكي انه النهاية ايش مالها؟ does not exist. اذا كانت الليمت للبسط لا تساوي صفر بينما الليمت للمقام تساوي صفر، فمباشره شو راح نعمل؟ راح نعتبر النهايه ايش مالها؟ غير موجوده. وبدنا ننبه على شغله انه في حاله كان ناتج تعويض، لو طلعنا النهايه وكان نهايه البسط صفر ونهايه المقام صفر، فاذا يعني طلعت معي ناتج تعويض صفر على صفر، فبهاي الحاله بدي احتاج لمعالجه للنهايه. شلون بدي أعملها معالجة؟ بدي أضرب مرافق، بدي أحل العبارة، بدي أستخدم الفرض أو التعويض، بدي أستخدم الإضافة والطرح. أوكي ففي هناك مجموعة من الخطوات اللي رح نعملها فيما لو كان ناتج التعويض بالبسط صفر والتعويض بالمقام إيش ماله صفر. يعني إذا كانت الليمت في البسط صفر والليمت في المقام صفر طلعت معي صفر على صفر، فأنا بهاي الحالة رح أضطر لعملية معالجة للنهاية، ما بقدر أحكي إنه النهاية إيش مالها غير موجود. نشوف الآن هاي بعض الأمثلة، خلينا نتطرق لها على السريع. أنا بحكي لي بده limit as x goes to zero، لاحظ هذا كثير حدود، فإذا مشان أوجد limit إله أنا عوضت مباشرة الزيرو. هون برضو كثير حدود، فمشان أوجد limit لهذا المقدار إيش عملت؟ برضو عوضت السالب اثنين. هنا بدنا limit as x goes to minus 3 of absolute value of x minus 2، برضو رحنا عوضنا مباشرة as x goes to 0 absolute value of x plus 3. هلأ بما أنه لاحظ هلأ هنا الصفر صفرت لي ما داخل المطلق، لما يكون عندي ناتج تعويض صفر ما داخل المطلق فأنا بضطر لإعادة التعريف. هلأ هون ما بحتاج أعيد تعريف، ليش؟ لأنه السالب ثلاث ما صفرت ما داخل المطلق، لما يصفر ما داخل المطلق إذن أنا بحاجة أنه أعيد تعريف وأخذ نهاية عن يمين ونهاية عن يسار. لهيك هون لو بدي أخذ أعرف مطلق الإكس، مطلق الإكس تعريفه هو إكس إذا كانت الإكس أكبر من الصفر، وسالب إكس إذا كانت الإكس أقل أو يساوي الصفر. فكون أنا بدي النهاية عند الصفر، والصفر حسب تعريف المطلق رح يطلع عندي نقطة تشعب، فأنا مضطر أني أخذ نهاية عن يمين ونهاية عن اليسار. حكينا يمين الصفر تعريف المطلق عليه رح يكون إكس، فإذا رح أعوض في إكس زائد ثلاث أخذ النهاية لهاي فهي ثلاث. أما عن اليسار الصفر فرح تكون سالب x زائد 3، فناتج التعويض برضو 3، ما أنه النهاية عن اليمين موجودة وتساوي 3 والنهاية عن اليسار موجودة وتساوي 3، فإذا النهاية في الفول ليميت اللي هي النهاية هاي كلها إيش تساوي؟ 3. هلا نيجي على هاي رقم 5، بده limit as x goes to minus 1 ل 4 over x plus 1. هلا النهاية للبسط هي 4 بينما إذا موجودة وهي رقم، بينما النهاية للمقام هي صفر، فإذا طلعت رقم على صفر فبهاي الحالة حكينا النهاية نعتبرها إيش مالها؟ does not exist. رقم 6 لو رحنا عوضنا الاثنين رح يطلع عندي 4 ناقص 6 اللي هي عبارة عن ناقص 2 زائد 2 رح تطلع صفر، فناتج التعويض في البسط صفر، ناتج التعويض في المقام صفر. اطلع كتبت لك إياها إنه طلعت معي صفر على صفر، فبما إنه طلعت معي صفر على صفر فأنا بدي أروح أحلل العبارة التربيعية اللي معي. لما حللناها طلعت معي x ناقص 2. طبعا في شغله بدنا ننبهها، بما انه طلع الناتج التعويض في المقام صفر
فإذا الاثنين هو جذر من جذور المعادلة، فبالتالي هاي المعادلة هاي ال x تربيع ناقص 3 x زائد 2 هاي العبارة راح أكتبها x ناقص 2 اللي هي x ناقص الجذر اللي هو الاثنين في المقدار آخر. شو هو المقدار الآخر حسب ما هو طالع معنا هون؟ هو عبارة عن x ناقص 1. نختصر، بنشيل x ناقص 2 مع x ناقص 2 بواحد، رح يصفي معي x ناقص 1 ناتج تعويضها رح يطلع 1. إذا النهاية هون عندي موجودة وتساوي 1. هلأ هاي حالة أخرى إنه بدي أعوض الواحد، طلعت معي ناتج تعويض 0 في البسط وناتج تعويض في المقام برضو 0، لهيك نعالجها. معالجتها بتكون باستخدام الفرض. هلأ مشان معالجتها بتكون باستخدام التحليل، عن طريق التحليل. فلا بدي أحل x تكعيب ناقص 1، حكينا هي عبارة عن x ناقص 1 في الأول تربيع زائد الأول في الثاني زائد الثاني تربيع. هاي التحليل عبارة تربيعية، هاي عبارة عن فرق بين مربعين، فهي x ناقص 1 في x زائد 1. الآن نختصر x ناقص 1 مع x ناقص 1، وبالأخير راح يصفي عندي x تربيع زائد x زائد 1 على x زائد 1. الآن لما نعوض الواحد راح تطلع مع النهاية 3 على 2، إذا النهاية إيش مالها؟ exist. أوكي، نشوف الجذر. limit as x goes to 1 of square root of 1 minus x. هلا هنا بدنا نشوف النهاية للجذر. لاحظ عندي لما بدي أعوض الواحد ما داخل الجذر رح يعطيني صفر، فحكينا لما بتصير عندي صفر ما داخل الجذر فأنا بضطر إني أخذ لها يمين ويسار. ليش؟ لأنه إحنا منخاف إنه ما داخل الجذر الزوجي يصير في عنا تغيير بالإشارة، لأنه الجذر الزوجي غير معرف إذا كان ما داخله سالب. فمشان هيك بما إنه الواحد هي صفر، فخوفا من إنه يصير في عندي خلل بالإشارة بإشارة ما داخل الجذر، فأنا رحنا أخذناها على يمين الواحد وعلى يسار الواحد. هلأ على يمين الواحد جذر الواحد ناقص x، مشان نتأكد هلأ أنت بدك تأخذ قيمة أكبر من الواحد بقليل، بتأخذ واحد ناقص قيمة أكبر من الواحد رح يطلع ما داخل الجذر إيش ماله؟ سالب. فبالتالي هاي القيمة رح تطلع إيش معنا؟ does not exist. أما لو أخذنا limit للx ناقص as x goes to 1 from left، لو بدي أخذ الجذر الواحد ناقص x بدي أخذ قيمة أقل من الواحد، لو عوضناها هون رح تطلع ما داخل الجذر إيش ماله؟ موجب. أو بمعنى آخر إنه لو بدي أخذ الواحد ناقص x شو صفرها؟ هي واحد. أكبر منها لما بناخذ قيمة أكبر من الواحد رح يعطيني قيم سالبة. Okay. لما بناخذ قيم أقل من الواحد رح يعطيني قيم إيش مالها؟ موجبة. لهيك أنا رح يطلع معي يمين الواحد does not exist، لأنه رح يخلي لي ما داخل الجذر سالب، ويسار الواحد رح يطلع ناتج تعويض اللي هي واحد ناقص واحد اللي هي صفر. ليش؟ عادي موجودة على يسارها لأنه بتعطيني ما داخل الجذر إيش ماله؟ موجب. هلأ بما أنه النهاية عن اليمين أو طلعت معي على الأقل واحدة من النهايات غير موجودة، فشو بحكي؟ إنه النهاية كلها إيش مالها؟ غير موجودة. إذا مجرد ما تطلع معي نهاية غير موجودة، فإذا رح تطلع معي نهاية كلها الفول ليميت إيش مالها؟ does not exist. هلأ مثال آخر على اقترانات، بيعطيني في بعض المرات بيعطيني اقترانات متشعبة. هلأ اقترانات المتشعبة في إلها حالتين، إما إنه بيعطيني بده ليميت عند نقطة داخل فترات التشعب، داخل الفترات، يعني مثلا بمثالي هون داخل فترة الإكس أقل من الصفر بجوز يعطيني السالب واحد السالب اثنين، بهاي الحالة ما بضطر أخذ يمين ويسار. هون لو أعطاني أي نقطة أكبر من الصفر، مثلا لو أعطاني الواحد الاثنين الأربعة، هاي برضو ما بأخذ لها يمين ويسار. بينما لما بيطلب مني بده النهاية عند أطراف عند نقطة التشعب اللي هي الصفر بحالتنا هون، فأنا رح أضطر أخذ لها يمين ويسار. فإذا لاحظ هون عندي بالمثال معطيك بده limit as x goes to 1 of f of x. هلأ الوان هي ضمن الفترة الx أكبر من الصفر، فبالتالي أنا رح أشتغل على هذا الاقتران، ما في داعي أخذها يمين ويسار لأنها ليست نقطة تشعب. بينما لو إجينا على هاي الصفر، لما بدي أطلع ليمت عند الصفر، فأنا مضطر أخذ لها نهاية عن يمين ونهاية عن اليسار. نهاية على يمين الصفر، يمين الصفر بأخذه واحد زائد x، فناتج تعويض واحد. النهاية على يسار الصفر اللي هي عبارة عن الإكس تربيع، برضو ناتج تعويض إيش طلع معي؟
صفر، نهاية عن يمين موجودة تساوي واحد، النهاية عن يسار موجودة تساوي صفر، لكنهم إيش مالهم؟ مختلفات. بما أنهم مختلفات فإذا نهاية تي إيش مالها؟ as limit as x goes to zero of f of x does not exist. المثال رقم 10، المثال رقم 10 بده limit as x goes to 5 of square root of x square plus 5 minus square root of 30 over x minus 5. هلا هاي مشان اطلع الليمت اللي إلها، لو اجيت اعوض بالباص رح يطلع معي 25 زائد 35، فبتصير square root of 30 minus square root of 30، فهاي رح تطلع ايش؟ 0 بالباص. برضو لو عوضنا بالمقام رح تطلع معي برضو ايش؟ زيرو. فإذا ناتج تعويض 0 over 0، فإذا أنا مضطر إنه أشتغل فيها. هلأ هون أفضل طريقة لأحل هاي المتباينة بما إنه أروح أضرب، سوري، لأحل هاي النهاية إنه أضرب بالمرافق التربيعي. إيش هو المرافق التربيعي؟ هو عبارة عن الأول زائد الثاني، ماشي، الأول زائد الثاني. طبعا أنا بضرب وبقسم عليه. ليش بدي أضرب وأقسم عليه؟ مشان زي كأنه أنا ضربت بواحد، لأنه إذا ضربت فقط بدون ما أقسم، إذا ضربت فقط فأنا هيك بكون غيرت مسألتي. أما أنا بضرب وبقسم لحتى يكون ما في أي تأثير على النهاية اللي معي. هلأ لما نضرب بالمرافق نأخذ البسط، رح تصير الأول تربيع ناقص الثاني تربيع. الأول تربيع اللي هو X تربيع زائد 5 كلها تحت الجذر كلها تربيع، فرح يروح التربيع والجذر بتصفي X تربيع زائد 5. جذر الثلاثين تربيع رح تطلع معي 30. هلأ المقام أنا عوضته، رحت عوضت الخمسة، رح تصير 25 زائد 5 اللي هي 30، جذر الثلاثين زائد جذر الثلاثين 2 جذر الثلاثين في x ناقص 5. هلأ هاي لما نرتبها بتصير x تربيع ناقص 25، فرق بين مربعين حللناها، x ناقص 5 راحت مع x ناقص 5، فعوضنا طلع معنا الجواب 5 على جذر الثلاثين. هلأ في أنواع أخرى من الاقترانات، في عنا اقترانات من بتميز لي من حيث الراشنال والإراشنال، قد تكون جديدة علينا هاي الاقترانات نحن كطلاب كالكولوس 1. هلأ مثلاً شوف لي هذا الاقتران بحكي لي F X تساوي سالب 2 لما X راشنال و2 لما X إراشنال، سالب 2 لما X راشنال و2 لما X إراشنال. شو معنى هاي العلاقة؟ هاي معناها أو شو معنى هذا الاقتران؟ معناها انه لما تكون الاكس عدد نسبي فصورتها سالب 2، اما اذا كانت الاكس عدد غير نسبي صورتها ايش؟ 2. في ميزه بدنا نعرفها بالاعداد الحقيقيه، انه بين كل عددين نسبيين في عندنا عدد ايش ماله؟ غير نسبي. يعني انا ميزت الاعداد الحقيقيه بتصير نسبي، بيجي عدد نسبي بعدين جنبه عدد غير نسبي، عدد نسبي جنبه عدد غير نسبي. هاي ميزه موجوده وين؟ في الاعداد الحقيقيه. فهلأ بدنا نشوف كيف بدي أوجد limit as x goes to c of f of x. as x goes to c of f of x معناه أنا ما حددت شو هي قيمة c. c هي أي عدد ينتمي للريال نمبر. هلأ هاي c، هلأ أنا بدي أقترب من c لليمين، بدي أقترب c من جهة اليسار. لو أجينا على c من جهة اليمين، لاحظوا أنا بقترب من c. هلأ وأنا بقترب رح يمر معي أعداد راشنال وأعداد الراشنال، رح تمر معي أعداد نسبية وأعداد غير نسبية. إذا وأنا ماشي طلع معي العدد غير نسبي رح تطلع صورته 2، أما إذا طلع غير نسبي رح تطلع سالب 2. فإذا وأنا ماشي رح يصير في عندي تذبذب بين 2 وسالب 2. لاحظ النهاية ما استقرت على قيمة محددة، ما اقتربت من قيمة محددة، هي بعيدة، مرة بتطلع معي 2 مرة سالب 2 لما أنا بقترب من السي من جهة اليمين، أو حتى لما أنا بقترب من السي من جهة اليسار، مرة بطلع معي 2 مرة بطلع معي سالب 2. ما صار في استقرار للنهاية، أو ما اقترب من الصور، مجموعة الصور وأنا بقترب من السي ما اقتربت من قيمة محددة، فبالتالي النهاية عن يمين السي does not exist والنهاية عن يسار السي does not exist. فإذا النهاية كلها إيش مالها؟ رح تطلع معنا does not exist. لاحظ أنا لما رسمت لك رسمة الاقتران رسمته مثلا الاثنين الواي يساوي 2، رسمته بس بخط منقط. ليش طبعا رسمته بخط منقط؟ لانه هاي النقاط على يفترض انها تمثل لي الايراشنال نمبر، ماشي، الايمجز اوف ايراشنال نمبر. اما هون هي عباره عن الايمجز اوف
rational number اللي هي مجموعة اللي هي صور مين ال rational number الأعداد النسبية. لهيك إحنا بنرسمه على شكل خطوط منقطة. طيب هل دائما لما يكون عندي مسألة في مسألة فيها rational و irrational هل دائما الليمت بتكون غير موجودة عند كل النقاط؟ نشوف هذا المثال. هلا هذا المثال شو بيحكي لي؟ إذا كانت f الx تساوي 2x إذا الx rational و2 إذا الx إيش مالها irrational. هلا أنا بدي أرسم 2x خط يساوي 2x هيو رسمته واللي هي عبارة عن صورة مين لاحظ بشكل نقاط وهي نقاط بتمثل صور الراشونال نمبر أما الاثنين هي عبارة عن نقاط اللي بتمثلي صور مين الراشونال نمبر. هلا لاحظ زي ما أنتم لاحظين عندي الواحد إنه الخط يساوي 2 والخط يساوي 2x in general هذول intersect at تساوي إيش الواحد. يعني لو بدي أساوي 2 x أساويها بالاثنين متى بتساوي عند الواحد؟ لاحظ هيا نقطة ما أجت زي نقطة تقاطع للخط y يساوي 2 y يساوي 2 x أوكي. فعند هاي النقطة النهاية إيش بتكون؟ بتكون موجودة ماشي عند النقطة اللي حصل عندها التقاطع للاثنين x مع الاثنين النهاية إيش بتكون موجودة. ليش؟ هلا أنا مثلا بدي أقترب على الاثنين على الواحد عفوا من جهة اليمين وأنا بقترب هلا واحدة رح تطلع صورتها على هذا الخط اللي فوق على خط 2x واحدة رح تطلع صورتها على 2 بس لاحظ كل اثنيناتهم عم بيقتربوا من صورة مين؟ من صورة الواحد اللي هي 2. اثنيناتهم عم بيقتربوا من صورة مين الواحد. يعني سواء أنا كنت فوق يعني طلع معي عدد نسبي والعدد غير نسبي وأنا بمشي الأعداد كل مالها بتقترب من الاثنين. هلا نفس الشيء على نفس الشيء هون على الواحد من جهة اليسار أنا بقترب وأنا بمشي إذا بطلع معي نسبي صورته هون إذا غير نسبي صورته فوق بس وأنا بقترب لاحظ النقاط اللي أنا عم بحددها النقاط اللي أنا عم بحددها إيش مالها تقترب كل مالها بتقترب من وين وأنا بمشي النقاط رح تمشي معي وين رح تصير عند صورة مين عند صورة الواحد اللي هي 2. فبالتالي النهاية عندما X تقترب من الواحد إيش مالها موجودة وتساوي 2 اللي هي صورة الواحد كون الواحد عدد نسبي 2 في 1 كم رح تطلع 2. وصلت؟ هلا لو أخذنا عدد مش واحد C بحيث إنه C لا تساوي الواحد فلاحظ لما أنا بقترب من C يا أما صورتي هون يا أما صورتي إيش تحت ما اقتربن ما صار زي هون اقتربن واحد اقتربت هيك يعني اقتربن من بعض لنفس الصورة بعاد عن بعض اطلع هاي الراشونال بروح للاثنين سوري الراشونال للاثنين الراشونال بروح للاثنين إكس بس بنفس الوقت إيش مالهن بعاد عن بعض. لاحظ كيف إنهم ما في التقاء عند نقطة محددة أو عند صورة محددة فمشان هيك limit as x goes to c of f of x does not exist for all c does not equal 1 لكل c اللي ما بيساوين الواحد. ليش الواحد زي ما حكينا لأنها عبارة عن مين ليش الواحد زي ما حكينا لأنها هي مثلت نقطة التقاطع بين 2x و2. فيك مثلا تشوف مثال موجود بالاكسرسايزز مثلا تاخذ اكس تربيع على سبيل المثال واكس تربيع مثلا او سالب اكس تربيع هذا مثال برضه موجود في الكتاب سوري موجود في الكتاب بحيث انه هاي تكون مثلا في حاله الكيو هاي في حاله الكيو وهاي تكون في حاله مين الكيو كومبليمنت هذا برضو شوفوا هاي الليمت رح تكون موجودة سوري غير موجودة عند كل الريال نمبر باستثناء تقاطعهم الإكس تربيع والسالب إكس تربيع بيتقاطعوا عند مين عند الصفر فهذا لو حاولت ترسمه رح يطلع معي إنه نهاية غير موجودة عند كل النقاط باستثناء عند الصفر لأنه الصفر بتمثل هي نقطة تقاطع للإكس تربيع والسالب إكس تربيع. نشوف مثال آخر هلا هذا المثال بحكي لي f الx تساوي 4 إذا كانت الx integers وسالب 1 إذا كانت otherwise. شو يعني otherwise؟ يعني عدد غير صحيح otherwise يعني ما عدا ذلك ما عدا إنها مش عدد صحيح فأي عدد صحيح صورته 4 لاحظ هاي الرسمة
هاي الرسمة أنا راسمها هون، أي عدد صحيح الصفر صورتها أربعة، الواحد صورتها أربعة، اثنين صورتها أربعة، الثلاثة صورتها أربعة، السالب واحد صورتها أربعة، السالب اثنين صورتها أربعة، السالب ثلاث صورتها أربعة، أي عدد otherwise، otherwise يعني الأعداد اللي بين كل عددين صحيحين في بيناتهم مجموعة أعداد، فالأعداد اللي بين أي عددين صحيحين متتاليين هذول شو صورهم؟ سالب واحد، يعني بين سالب واحد والصفر صورهم سالب واحد، بين سالب اثنين وسالب واحد صورهم سالب واحد، بين سالب ثلاث وسالب واحد، سالب اثنين عفوا صورهم سالب واحد. لاحظ هاي الفراغ ليش هدول مفتوحين؟ لأنه سالب ثلاثة صورتها مش سالب واحد، شو صورتها؟ أربعة. وصلت؟ نفس الشيء على الأعداد الموجبة. هلا هون بده ليميت as x goes to c of f of x. as x goes to c معناه هو ما حدد سي للسي قيمة معينة، فإذا سي أي عدد ينتمي لآر، فسواء أخذنا السي هون أخذنا السي، سواء أخذنا السي عدد صحيح أو عدد غير صحيح. لاحظ هنا مثلا ما أخذها عدد غير صحيح موجودة بين الصفر والواحد، وأنا بقترب سواء يمين أو يسار، على اليمين واليسار إيش النهاية؟ هي سالب واحد. طب لو كانت عدد صحيح السي شو رح يصير معي؟ أنا بقترب عليها يمين سالب واحد واليسار برضه سالب واحد، فإذا النهاية دائما هنا إيش مالها؟ ثابتة وتساوي سالب واحد، رغم أنه اقتراني هذا لا يعتبر اقتران، إيش ماله؟ اقتران ثابت. هنا بعض الاكسرسايزز منا نحاول نحلهم من الكتاب موجودين. هاي برضو أمثلة أخرى على النهايات. لاحظ هنا في بنحتاج برضو في حالة معالجة النهايات بنحتاج لتوحيد مقامات في بعض المسائل. هلا لاحظ هنا 4x على x زائد 4 زائد 8 على x زائد 4، زي ما احنا ملاحظين هاي المساله طبعا ما بزبط اوزع الليمت. ليش؟ لانه الليمت تطلع غير موجوده، ما بصير اوزع النهايه على الجمع، لانه هاي رح تطلع ناتج تعويض سالب 8 على صفر، فاذا هي does not exist لو بدي اوزع النهايه، فمشان هيك ما لا يجوز توزيع النهايه على الجمع اذا كانت does not exist. فمشان هيك انا شو عملت؟ وحدت المقامات موحده، جمعتهم مع بعض 2x زائد 8 على x زائد 4. مثل ما احنا ملاحظين نقدر نختصر، بنقدر نختصر. كيف رح نختصر؟ هاي هي عبارة عن 2 في مين؟ في x زائد الأربعة، صح ولا لا؟ فرح تروح الx زائد أربعة مع الx زائد أربعة، ورح يضل عندي مين؟ الاثنين، فإذا الجواب عندي 2. هنا شو عملنا؟ إما بتحلل البسط ماشي، أو إنه بتحلل مين؟ أو سوري بتضرب بمرافق المقام. لاحظ أنا شو عملت؟ حللت البسط. ليش؟ لأنه جذر الإكس، أو سوري الإكس هي عبارة عن جذر الإكس إيش؟ جذر الإكس كلها تربيع. أنا عملت على أساس إنه الإكس هي جذر الإكس تربيع ناقص واحد، حللنا فرق بين مربعين وطلعت معي الإجابة هي عبارة عن 2 بعد ما اختصرنا وعوضنا. اوكي نشوف المسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعدها برضو هاي أنا محتاج إنه أوحد مقامات. واحد ناقص واحد على اش، على واحد زائد واحد على اش. ليش؟ لأنه الواحد على اش هون لو بدي أعوض الصفر رح تطلع رقم على صفر، فزي ما حكينا بتطلع النهاية does not exist، ما بزبط إني أوزع، فمشان هيك أنا لازم أحلها كوحدة واحدة هاي النهاية. فمشان أحلها وحدة واحدة وحدنا مقامات، ضربنا هاي بأش على أش فصارت أش ناقص واحد على أش، على هاي برضو ضربناها بأش على أش صارت أش زائد واحد على أش. المقام بروح مع مقام البسط، فرح تصفي أش ناقص واحد على أش زائد واحد. هلأ مجرد ما تعوض الصفر رح يطلع معي سالب واحد على واحد، اللي هي كم؟ سالب واحد. برضو هدول مجموعة exercises بدنا نحاول فيهم. هلأ ما نوع مسائل أخرى بتجيني على النهايات؟ إنه بيعطيني نهاية وبكون فيها مجهول، يا ما بيحكي لي إنه النهاية exists، أو بيحكي لي بيعطيني إنه النهاية إلها قيمة. هلا هون ما يعطيني النهاية إلها قيمة، فكونه إلها قيمة فأنا بعرف إنها إيش مالها النهاية موجودة. هلا لاحظ ناتج تعويض الثلاثة في المقام كم بيعطيني؟ بيعطيني صفر، بس النهاية موجودة، معناه أكيد لازم تكون ناتج التعويض في البسط صفر برضه. فمشان لما بعوض تطلع معي صفر على صفر، فإذا النهاية بدها شغل، وبعد ما اشتغلناها بتطلع معي جوابها كم؟ خمسة. فمعناه بما إنه الليمت موجودة، فإذا ناتج وناتج التعويض في المقام صفر ماشي، فإذا ناتج التعويض في البسط إيش بده يكون؟ بده يكون صفر. فمشان هيك رحت عوضت في البسط صفر،
سوري عوضنا في البسط الثلاث، حلينا وطلعت معي بالنهاية الـ A كم تساوي؟ طلعت معي الـ A تساوي الأربعة. أوكي، هيك بكون خلصنا من سكشن اللي بيحكي لي عن أهم النظريات تتعلق بالنهايات وطرق حلها. فهيك بنقدر الآن نمسك أي نهاية ونحاول إننا نحلها.